سلموه بالرباني. قصدي عشان المادة هذه كيف بدي أدرسها بطريقة صحيحة؟ طيب قلت لما زملائك بنحكي للكل عشان ما دام نصيحة الكل يستفيد منها إن شاء الله. الكلمة اللي بنقراها ترجع إلى اسم بكتيريا،
بدنا نعملها كده تحويرة ما يعني، زي مثلا نعملها italics، italics يعني نعطيها مثلا شكل مائي، italics مائي. لما تفتح دور بحط italics هذه بعطيك الكلمة بشكل مائي يعني كده، عشان اميز ان الجمله او الاسم اللي بقراه ارجع لاسم بكتيريا، وممكن بشكل اقل، ممكن بشكل اقل طبعا هذا مش متبع كثير، ان احط تحتيه خط اندرلاين، عشان كده مجرد ما اشوف كده هيك انا بقرا كتاب مايكروبيولوجي وبشوف اسم بشكل مائي بعرف ان انا بقرا بكتيريا او اسم هذا نوع من انواع البكتيريا. الشغله هذه موجوده في عالم البيولوجي، على سبيل المثال لما تقرا اسم جين زي مثلا CTRF بتاع cystic fibrosis، عادة إذا كنت شايفينه italics بشكل مائل فهو بيحكي على الجين ذات نفسه. إذا شفتوا نفسين الأحرف CTRF على سبيل المثال بشكل اللي هو عادي، معنى كده هو بيحكي على البروتين الاكسبريشن بتاعه. بس كده شغل البيولوجي عشان نعرف احنا بنحكي عن ايش، بنحكي عن جين أو بنحكي عن البروتين. نفس النظام بنحكي على البكتيريا، لما كده نحطها بشكل italics بشكل أساسي أو غالبا يعني أو بشكل underline كده احنا بنحكي عن بكتيريا. وكمان اضاف لك مسألة هذه انه هو اول حرف من الجينس should be capital capitalized بالتالي اسمه. هنشوف بعض النماذج كيف ممكن نقرأ البكتيريا، بس قبل ما نشوف برضو يعني الاسماء اللي بدنا نعطيها للبكتيريا قد تكون طبعا اللي هو descriptive يعني ممكن توصف لشيء ما في البكتيريا، ممكن للمشكلة اللي تسببها او لشكل البكتيريا تحت الميكروسكوب، وقد يكون لا واحد عم اشتغل فيه على سبيل المثال. والشغلة برضو هذه دارجة من باريس، سمعتوا عن عملية البسترة؟ بسترة؟ بسترة بسترة اللي هي الانجليش تيرم لها اللي هي ايه؟ بسترة بسترايزيشن بسترايزيشن. ولو دورتوا في المعاجم كلها ايش علاقة او ايش مفهوم البسترايزيشن، كلمة مش مشتقة من اي شيء، اللهم اجت على اسم الزلمة اللي اخترع لنا او طلع لنا طريقة البسترة، اللي هو باستير، لويس باستير، لويس باستير اكراما للزلمة هذه طلع كلمة البسترة. يعني البسترة ايش العملية؟ ايش هي البسترة؟ لعملية تعقيم الحليب كده عشان يضل اطول فترة ممكنة. يعني كذا إكراما للزلمة طلعنا من أسماء، وفينا أشياء كثير واردة من الحاجات اللي زي كذا. هنشوف الآن كمان بعض الأسماء للبكتيريا اللي ممكن إيش يكون ديسكريبتيف أو ممكن يكون هاريبل أو كذا، يعني إكرام أو تكريما لشخص ما اشتغل في المجال هذا وبدنا إيش نخلد ذكرايا. بداية عندنا بعض الإكزامبلز للتسمية، كنا بنحكي يعني النظام في المملكة اللي هو باينوميال زي ما أنتم شايفين، عندنا الجينس وعندنا السبيشيز الاس كابيتال الاسكابيتال والاس كابيتال اللي هو الجينس كابيتال بيبدا طبعا زي ما انتم شايفين الايتاليكس. يعني انا لما مش باين ما وين كيف مش باين قدامك ما يقول مش مبين انا مش مبين. طب قارنها باللي فوق كلمه اكزامبل، موجوده ولا مش موجوده؟ تفضل. الاسم الاول اللي دينوت فور ذا جينس، الاسم الثاني سبيشيز يعني يقابلنا في بني البشر اللي هو الاسم هذا يمثل اسم العيله، السرنين هذا يمثل الاسم الشخصي. يعني تحت جينس استافيلوكوكس على سبيل المثال، استافيلوكوكس فكركم الاسم هذا ديسكريبتيف ولا ديرايف؟ ديسكريبتيف على الامان. يعني كان واحد من دار مثلا استافيلوكوكس وقت الاسم عشان يعني شكل هيك بس كريبتك معناه صح، طلع شكل استافيلوكوكس كيف بيكون تحت الميكروسكوب. كوكس يعني اللي هو ايه دائر، استافيلو عنقود يعني زي شكل دائر يجمع مع بعضه، عشان كده الاسم استافيلوكوكس اللي هو الجينس ديسكريبتيف. طبعا هذا الجينس اسم المود سبيشيز، ممكن المثال اللي عندنا اللي هو استافيلوكوكس اوريس، اوريس تمثل سبيشيز. في استافيلوكوكس ابيديرمس، في استافيلوكوكس ساتروفيتيكس،
هذا الاسماء الديسكريبتيف صح؟ لا في منهم كده وفي منهم كده. بس من هاي الطريقه اللي ممكن ننزع او نعمل اسم للبكتيريا. بدال الجينس اللي يمثل اسم الكبير وتحت منه السبيشيز تدخل في الانواع. طبعا كلمه ستافيلوكوكس هي ديسكريبتيف. الاسم الثاني ممكن يكون مثلا مشتق من شيء ما او اسم شخص تعامل معه على سبيل المثال. مش شرط يكون بني ادم لكن مشتق من شيء ما ريليتد. خلينا نشوف برضو. عندي اسم إشريشيا كولاي. إشريشيا كولاي. الجينوم هو إشريشيا كولاي هو الجينس. الجينس هو إشريشيا كولاي. طبعاً في استرينز منها. بحتى لو مش شخص عادي مش أخويا بس مش ديسكريبتيف يعني. كولاي هي السبيشيز. تحت اللي هي آخر حاجة اللي هي السبيشيز. طبعاً في عندنا استرينز. إشريشيا كولاي استرين كذا. إشريشيا كولاي استرين كذا. عندنا اسم ستريبتوكوكس نيموني. ستريبت اللي هو ايه؟ جينس لكن برضه ديسكريبت. شايفين كيف شكل الستريب زي السبحه زي حبات اللي ورا بعض سلسله يعني ستريبتوكوكس وشكلها كمان دائري عشان كده اخذت اسم ستريبتوكوكس. ستريبتوكوكس نيموني طبعا نيموني برضه ديسكريبت. النيمونيا اللي بتحكي عن مشاكل عشان كده ديسكريبتيف. ديسكريبتيف ستريبتوكوكس على سبيل المثال باوجينيز. بايو بايو معناها بالانجلش ايش بالترمينولوجي؟ بايو مش بايو بي ار او بي 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 لا بي بكلام صحيح بي يو واي او بي اي او دي اي او بايولوجي. واخد بالك انا بحكي بي العصايه اللي تحت واي او بايو اللي هي ايه؟ الترمينولوجي ما مرتش عليك ولا بايو مرت معكم؟ بايو من اين؟ بايو علي بايو تحبيرة تحت يو عن بطنين لما بيت وتكتب كده يو 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 عشان كده نوضح المسألة هذه. فهو الإنجليزي كلمة بات بي معناها بعوي أو بذبح يعني.
قال وقال يمكن بس ما اخذتهاش ما عليه بايو بحكي احمد اللي هي بتاع الثنائي بايو بس أيوه. اللي بعديها البايو جينيز بايو اللي تعني اللي هو ايش بس صديد بس فرنسا وعشان كده البكتيريا في ستريبتوكوكس نيموني اللي في الصدر في منها ستريبتوكوكس اللي بعني فيها بايو جينيز طبعا اسمها بايو جينيز اللي هو ايه ستريبتوكوكس لأنها باس فورمين بكتيريا أو بكتيريا بتعمل بس هذه بتعمل مشاكل اللوز والتهابات اللوز برضو مثال على حكاية اللي هو ديسكريبتيف طيب نشوف المسألة هذه برضو بشكل أوضح عسبي المثال سالمونيلا انتريكا طبعا هذه الاسماء في سكريبت الاول سالمونيلا انتريكا انتريكا من انتيرو بارك الله في حسناتك رغم اني اخذت محاضرتك والله كبير حبيبي والله شيء خذها معك الله يبارك فيك عندنا سالمونيلا انتريكا انتريكا اللي هي من انتيرو انتيرو يعني ايه داخل هذيك انتير داخل انتيرو حولي حولي بيني امامي انتيرو في كل انتستين عند التستين انتيرو انتستين انتيرو في الترمينولوجي انتستين يعني انتيرو انتستين عندي على سبيل المثال عيلة كاملة من البكتيريا اللي بنسميها انتيرو بكتيريسي بكتيريا انتيرو البكتيريا اللي بتعشش في الايه في الانتستين انتيرو اللي مقصود فيها اللي هي ايش مكانها او وجودها في الانتستين عشان كده لما احكي سالمونيلا انتريكا انتريكا طبعا ديسكريبتيف على اساس انه بكتيريا اللي هي ايش موجودة او بتعيش في الانتستين سالمونيلا زي ما سألت اللوحانس بابليك هيلث مايكروبيولوجيست دانييل سلمون واحد كده اسمه دانييل سلمون في كرامة كله اشتغل فيها من التركة هذه فأخذوا اسمه اشتغلوا اسم سلمونيلا من اسم شخص هاي اسم دراج اسم مشتق يعني كرامة لشخص واحد هذه أنا يا دكتور أنا مخدم اسمه دانييل سلمون أخذوا الاسم منه ظلت سلمونيلا اسم تاني عندنا ستريبتوكوكس فاجينيز اللي كنت بحكي عنه على سبيل المثال طبعا ستريبتوكوكس اللي هي عبارة عن سلسلة نعم هو واضح انت واضح تشوفها هيك هو هيك واضح تعال في كرسي وقعد هنا تعال هو بس اتو بس اثنين بالعافية خاص انا تعال وقعد هنا سحبكم انا ما فيش عندي مشكلة تعال الترمونولوجي انا بجمع كذا بريفكس وصفيكس عشان اعمل تبدو كلمه واحده بس هو بالحال مبتدا كلمه ستريبتوكوكس اللي يمثل لي الجينس وانا بعتبره ديسكريبتيف لانه ستريبتو اللي بتعمل شكل الشكل السلسله كوكس اللي هو ايش دائره طبعا انا جمعت التنتين مع بعض عشان اعطي ديسكريبتيف نيم ماشيا تماشا مع الباينودال بروسيس اللي بتقرا الزلمه اللي بيقول بس ستريبت يعني سلسله فوكس دائر بس دائر جد دائر جد دائر جد دائر عشان كده عملها سيرز يعني بالشكل هذا سير زي السبحة يعني زي السلسلة إذا ما تطلع السبحة يعني
مش شرط تكون دائره كلها، هي نفس حبه البكتيريا كوكاي او كوكس بدها شكل دائري بس ملزقات في بعض زي الحمله زي السلسله، مش بالشكل هذا لفات لف على بعض يعني زي ما بدك تعمل. طيب مثال برضو اللي هو تريبانوماكلوز على سبيل المثال اللي هي تريبونيما اللي هي مستقلة تريبونيما باللاتين تريبون اللي معناها اللي هو ايش؟ هلزومي دولة مشتقة من اصل اللاتين. الاسم الثاني اللي هو الجينس كروزي جاء من اسم واحد اللي هو اوزوالد كروزي، واحد اشتغل في الشلة هذه او في المبكتيريا هذه كروزي اخذ الاسم منه. شو تقول لك بس الاسماء هذه حتمر علينا كل محاضره تقريبا حتمر الاسماء في الاخر حتلاقوا حافظين شنو هم ابيتم في النهايه اسم الميتابوليزم الموتوريتي حاجات كثير ممكن احكي عن واحد اعطيها يعني
باركينج، حتى بقول باركينج بقول استاذ وبستخدم الابلكيشن كمان معاك بالمعرفه بستخدم كلمه ريبرودكشن على سبيل المثال بس مع هي نفس الكلام اللي بستخدم مع مستوى الدي اف اي والار اي بستخدم مع الباركينج هو بالحال مبتدا هيك الدي اف اي او ار اي حواليها غلاف الجودي بنشطش او بتحركش الا جوا داخل الهوست عشان كده هو اوبليجيت تراسيلر البرايو اللي سألت عنكم البريونات اللحم البرايو لسه حاجة اللي هي أصغر من الفيروس الفيروس دي ان اي او ار يعني حواليه غلاف يعني لسه في سيستم موجود يعني البرايو عبارة عن حتة البروتين لا طلع ولا نزل وبرضه بسمي أحيانا انفكشوس ايجنت بس مش كل بروتين انفكشوس ايجنت بعض أنواع البروتينات زي مثلا بسبب المالكار هذا بالجمهور أو عندنا بسبب عند البناء أدمين بسبب بيتسفيلد جاكوب ديزيز شيء مشابه كذا هيك في مشكله في البروتين بتلخبط نظام البروتين بصير يلخبط البروتينات اللي حواليه بمعنى اخر عشان كذا بصير ديبوزيشن للجهاز العصبي عشان كذا بتطلع الاعراض بنسميه دي جينيريتيف ديزيز كل المسائل هذه طبعا لها علاقه او اللي بدنا او عاده اللي بتدخل تحت قائمه او تحت عنوان المايكروبيولوجي او الانفكشس ايجنت او الاشياء المسببه
السؤال طبعا مع احترامي للسؤال يعني مش نقول واحد ماله قيمة مستحيل ما يبينش هاي لأنه من علامات التيومر إنه الجسم اكزوستد لأنه عفوا خلايا التيومر تنمو على حسب خلايا عينية بس إنك بدك تقول أخذنا خلايا سرطان كده ونقلناه من واحد غالبا مش هتعمل له إشي يعني لأنه المشكلة أساسا مش في الخلايا نفسها المشكلة إنه الماكينة اللي بتنتجها صار فيها الديفكت بمعنى آخر ما أنت ممكن تنقل جسم كامل أو جزء كامل من واحد لواحد لكن انا بدك تحتاط عشان الجسم اللي انتقلت له الشيء ما بيعجبوش فعمله تسرعش عشان كده بصير حكاية اللي هو رفض زراعة الأعضاء والمسائل زي كده بس بالنسبة للكيومر المشكلة بتكون في الأساس ميوتيشن عند الشخص فبينتج أشياء أبنورمال لكن أشياء هذه لو أخذتها لواحد طبعا مش هتشتغل أساسا مش مشتغلة في صاحبها هتشتغل في واحد تاني عشان كده ممكن يعملها التاكل بس هو بضل السؤال مين بده ياخذ الدم من واحد مع تيومر واساسا عنده مرو عشان ياخذ هو في غالب الاحوال بيكون دمه 6 و7 حدا زي كذا بدك تاخذ منه الدم هذا بس عليه بقولك يغلس طيب كده نبدا الدميز اللي حكيناه قبل شويه عنها اللي هو البكتيريا والدم ما هو وراها اللي هي بشكل سريع ومعلومات بفترض يمكن عندكم اساس لها خليكم معي يا شباب معلومات جديدة عليكم يعني بالنسبة للبكتيريا البروكاريوت هي مع الأركية احنا وصفناها بأنها البروكاريوت بتعرفوا ايش الفرق ما بين البروكاريوت والإيكاريوت لازم عندها سيل وول اللي هو ايش بيبتيدو جلايكان طبقة من بيبتيدو جلايكان الترنتيف ان اسيد جلوكوز حكايه السيل وول طبعا قد تكون اللي هو موجوده في البروكاريوت على شكل بكتيريا موجوده في النبات اللي هي اساسا الايوكاريوت كمان يعني بس مع الاختلاف في التركيبه كل البكتيريا الجلايكان اللي موجود في البكتيريا هل احنا ممكن نصنف البكتيريا على البكتيريا ثاني من خلال الاستراكشر بتاعت اللي هو ايه بكتيريا جلايكان عشان كده احنا بنصنف مثلا او بدايه التصنيفات جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف ايش الفرق بين البكتيريا جلايكان في الجرام بوزيتيف هذا كلام حكينا فيه جدا تاخذ السامبل بنسلم بعطيه للجرام بوزيتيف زي ستريبتوكوكس نيمون اللي حكيناه او فايبينيز اللي قبل شوي كنا بنحكي عنه لكن مثلا بعطوهوش للاشيريشيا كولاي اللي هي مثال على الجرام نيجاتيف طبعا السبب اوكي
كده بالسهلة وممكن استنتج انه مبدا عمل البنسلين على السيلول في اختلاف ما بينه. طبعا طبعا بالجرام نيجاتيف لسه بنحكي في طبقه خارجيه من البلازما ميمبرين يعني حاميه السيلول بمعنى اخر، عشان كده الجرام او البنسلين ما بيأثرش على الفيدو جلايكان، بينما في الجرام بوزيتيف اللي هو الفيدو جلايكان هو جزء اساسي في السيلول واكسبوز مع الرد الخارجي، عشان كده بتاثر بالبنسلين. طبعا مش معناته انه كل جرام بوزيتيف حيتاثر بالبنسلين. عايزها كمان مره؟ لا مش سامع يا جماعه، انا من فصل لفصل والله بكبر 20 سنه سته. لا شباب فيما يتعلق بشغل البنسلين، وان شاء الله هناخذ التوسع لما نحكي عن شابتر كامل على الانتي بودي. البنسلين بيعمل انهبيشن للسينثيسيس للسيلول، بيمنع تصنيع السيلول، عشان كده واضح انه استجابه الجرام بوزيتيف اكثر بتكون، الجرام نيجاتيف ما بيستجيبش لانه السيلول مخبى. الجرام نيجاتيف في طبقه ثانيه من البلازما ميمبرين. الشغله الثانيه كنت بحكي لكم قبل شويه انه هذا لا يعني انه كل انواع الجرام بوزيتيف هتتاثر بالايش بالبنسلين. طب ليش اه طبعا هو عفوا ايش اللي بصير؟ ايش اللي بصير؟ البكتيريا زي ما انتم عارفين اللي فيها اللي هو كروموزومز كروموزوم 1 كروموزوم اللي فيه الصفات اللي تحمل الصفات بتاعت البكتيريا، لكن في حاجه ثانيه اسمها بلازميد، يمكن مرة عليها بلازميد اللي رايح يعني هذا بعطي للبكتيريا صفات ثانيه. لا والبلازمد هو اللي بعطيها مواصفات جديده، طبعا البلازمد مش شرط عشان يعيش وتموت البكتيريا، لكن بعطيها مواصفات جديده، من ضمن المواصفات او من اهم المواصفات اللي هي انتي بايوتيك ريزيستنت. طبعا الجين هذا او البلازمد اللي ممكن تاخذه من الوسط اللي حواليها او من ايش؟ بكتيريا ثانيه، وانتم اخذتوا كمان في البيولوجي اللي هي وسائل انتقال الجينوم من بكتيريا لبكتيريا، مش كلهم بنحكي لكم ترانزدكشن كونجنيشن وترانسفورميشن تذكر بس كده ممكن تاخذ بلازما، والبلازما هذه بيعطيها صفه جديده. الصفه الجديده هذه قد يكون في البلازما الجين بتطلع انزيم بكسر البنسلين على سبيل المثال. كده بس ابطلنا عمل البنسلين. عشان كده احنا كل فتره والتالي بتطلع جينيريشن من البنسلين، فيرست جينيريشن سكند جينيريشن، واحنا ايش اللي خلانا نطلع السكند جينيريشن؟ لانه البكتيريا اخذت مواصفات تتغلب على الثيرد جنريشن، طلعنا الثيرد جنريشن لانه اخذت مواصفات تتغلب على السكند جنريشن. هي معركتنا مع البكتيريا وكل مره والثانيه بتاخذ مواصفات جديده، ولما في بعض انواع البكتيريا طلعت ريزيستنت لانتي بايوتيك لسه ما استخدمناهاش للطيار. كيف تعرف؟ نحن يمكن مر عليكم في سوء استخدام الانتي بايوتكس اللي بدون كده بدون دراسه بطلع انواع من البكتيريا اي حاجه بتبطلك فيها. زمان كنت استخدم بنسلين لا اجعص بكتيريا جرام بوزيتيف، هل جيت عندك طلع فصيله كامله من البكتيريا ريزيستنت للبنسلين بدك تستخدم انواع ثانيه الان. بنمر على الكلام هذا ان شاء الله. بالنسبه للريبرودكشن في البكتيريا اللي هي باينري فيجن انقسام التونال، الشغله شبيهه بالميتوسيس اللي بتصير في الايكاريوت بس هي مش ميتوسيس. الميتوسيس له آلية بتتحكم فيه وتشيك بوينت وحاجات زي كده. هنا مجرد ريبليكيشن للكروموزوم وكل تصير تو سيلز وكل واحدة بتاخذ اللي لها. طبعا بالنسبة للإنرجي، الإنرجي ممكن البكتيريا تعتمد على الإنرجي من أورجانيك ماتيريالز، البكتيريا اللي بتشحن شغلات الميتا والحاجات اللي زي كده عشان تاخذ الكربون إنرجي، أو ممكن إن أورجانيك، أو ممكن بعض عنده القدرة زي المايكوبلازما على سبيل المثال عنده حاجة شبيهة بالكلوروفيل تبع النبات. حاجه شبيهه عشان كده بتخلص طول كده بتصنع منه طاقه او كيميكال انرجي هي بتستفيد منها. طيب النوع الثاني الاركيه اللي هو من البارتنر بتاع البكتيريا في مكانه اللي هو البروكاريوت اللي هي طبعا ما فيش عندها سيل وول بس مش بكتيريا جلايكان، الشغله الثانيه بتختلف. طبعا احنا علاقتنا مع الاركيه مش كثير لانها بتحب تعيش في اماكن بعيده عنا، يعني اللي بنسميها اكستريم اكستريم كونديشن، حراره عاليه ملوحه عاليه جدا جدا، يعني علاقتنا فيها مش كثير يعني.
عشان كده بنقول live alive in extreme environments. مثلا في قاعد بحر عايشة مثلا وين في أماكن دكان تطلع حرارة الهواء موجودة في بحر مية الهواء موجودة يعني بطلع منها أسماء زي اللي بنسميها طبعا اللي هو halophiles thermophiles. إيش غلط؟ ثيرمو حرارة حموضة. ثيرمو حرارة يعني halophiles حموضة ملوحة. halophiles خلينا حبة حبة halophiles اللي بتحب تعيش في إيش؟ حامض. بملوحة عادة. ملوحة 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 بقول حموضة. أنا قلت ملوحة بحلفك بالأمان بالأمان قاعد والله العظيم ربنا بيشوف حكى ملوحة؟ آه أنا قاعد أي من حكاها. طيب halophiles اللي بتعيش في ظروف زي البحر المية على سبيل المثال درجة ملح عالية جدا 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 بعض منها بيعيش في درجة حرارة عالية جدا 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 فيش حد بتحملها عشان كده بنحكي اللي هو اكستريم كونديشن. بعض منها على سبيل المثال ينتج او بيطلع كميات كبيره من غاز الميثان عشان كده بنسميها ميثانوجين. هنا ندخل على النوع الثاني هاي عشان نميز معين هاي واخد بالك
هاي في اللي مقصود فيها الخيوط بتاعت الفانجاي المايسل اللي هو الشبكه كلها اللي موجوده. بدنا نكبر المايسل عشان نشوف ايه الخطوط اللي هي الهايفر. نوع ثاني من الفانجاي يعني ممكن ياخذ شكل اللي هو المايسل زي ما حكينا، والفانجاي نفسه ممكن ياخذ شكل يوني سيلولا. طبعا هذه الاسماء المايسل هذه عباره عن مالتي سيلولا، لكن نفس الفانجاي نفس النوع بحكي ممكن ياخذ شكل اخر اللي هو يوني سيلولا اللي احنا بنسميه ييست. ليش الفانجاي بياخذ احيانا شكل اليوني سيلولا ييست وليش احيانا بياخذ شكل المايسل؟ هذه لها ظروفها يعني على سبيل المثال اذا الفانجاي بحب يحسن السلاله بتاعته بمعنى اخر يعني. ما هي الطريقه هذه في الريبرودكشن بالنسبه للمايسل اللي هي ميتين، يعني بدناش نقول ميل وفي ميل، يعني بيجي كده حبه اللي بنعطيها بوزيتيف اللي ترمز للميل على سبيل المثال، والثانيه اللي جنبها نيجاتيف اللي ترمز للفيميل، بيجي تتفق مع بعض بعمل خليه واحده، يعني معنى كده احنا جمعنا صفات من خليتين. يعني بمعنى اخر اذا كان الفانجاي بده يحسن النوع بتاعه يعني يتبلغ اشياء احسن يعني بيلجا لحكايه اللي هو ايه الريبرودكشن من خلال اللي هو ايش طبعا الهايفي او المايسيل بمعنى اخر. لكن اذا بده مجرد انه يعمل عدد وينتشر من مكان لمكان زي ما انتم شايفين، ما هي اليست بتطلع في الغبار وفي الهواء وفي الحاجات زي كده بتنتشر من مكان لمكان، يعني هنا بيلجا لحكايه اللي هو ايه اليست. طبعا واليست بتكاثر بطريقه شبيهه من حكايه اللي هو الفايرال فيجن تبرم يعني بمعنى اخر. هذه وسيله تكاثر وهذه وسيله تكاثر، هذه لها مميزات اذا بده ينتشر على مسافات كبيره يعني، هذه لها مميزات اذا بده يطلع شيء افضل او سلاله افضل من الاولين. يعطيك العافيه. الله يرضى عليك. كل واحد على جواله يا جماعه. أعطيك أول محاضرة أعطيناهم كلهم هيك لا بدون شغل والله بدون شغل هذول مش عارف بتحب نظام راح أحطه في المكتب ولا إيش اللي بدكم إياه أنتم؟ هاي ناخذها ونزلها في المكتب أعطيناهم كلهم عشان ننزلهم مرة في المكتب واحدة لا بدون شغل والله